سمك القرش. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ بالطبع أنا مستمرة معكم بالحديث عن سلسلة حيوانات شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد عن الكائنات البحرية. اليوم سأحدثكم عن سمكة مرعبة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وأيضا إرسال رابط هذا الفيديو لأصدقائكم وأحبائكم لمشاهدة هذا الفيديو معا. عن ماذا سأتحدث يا ترى؟ عن سمك القرش؟ نعم، سمك القرش. معظم أسماك القرش صيادون شرسون. يملك القرش 3 صفوف من الأسنان الحادة تستخدم لصيد وقتل فريستها. عندما يفقد القرش صفا من الأسنان، يتحرك صف آخر إلى الأمام ليحل مكانه. يمكن أن يوجد سمك القرش حول حطام السفن الغارقة، كما يوجد حول الشعاب المرجانية داخل البحر. يملك قرش النمر الرملي أسنانا حادة تبدو مثلمة، لكنها ليست عدوانية إلا إذا استفزت. تقتات عادة على السمك العظمي الصغير والشفنين والحبار وأسماك القرش الأخرى الأصغر حجماً. يصل طول قرش الشعاب سوداء القمة إلى 2 متر. تصطاد أحياناً مع قرش الشعاب المرجانية الأخرى في مجموعات صغيرة تدعى قطيع، غالباً ما تصطاد وحيدة. تبلغ مدة حمل أنثى القرش 16 شهراً، وتلد من قرشين إلى 4 قروش. يا إلهي! يملك قرش المرتفع الرملي جسماً عميقاً وخرطوماً مثلماً. يمكن أن يكون هذا القرش خطراً على الإنسان. يملك القرش الحوت فماً ضخماً يبدو مخيفاً، لكن بإمكان الغواصين السباحة مع قرش الحوت بأمان. هل تعلمون أصدقائي أن بعض أسماك القرش أصبحت مهددة بالمخاطر؟ إذ يتم صيدها من أجل زعانفها التي تستخدم في صنع حساء زعنف القرش. أنا حزينة من أجلها. انتهى الفيديو هنا. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة وقيمة وجميلة بالنسبة لكم، وأن تكونوا قد استمتعتوا بمشاهدتها مع أصدقائكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وأيضا إرسال الرابط لأصدقائكم لمتابعة هذا الفيديو والذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضا. أما أنا فألقاكم في فيديو آخر. إلى اللقاء أصدقائي.